السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحدثكم الآن يعني ليه دائما بيطلب مننا البقاء في المنازل 14 يوم أو الحجر يكون 14 يوم. بداية خلينا نفرق بين حاجتين أساسيتين، إيه هو الحجر الصحي وإيه هو العزل الصحي؟ في فرق بين الاثنين. الحجر الصحي هو بيكون على المرضى في المشافي، يعني الأشخاص المرضى بيتم وضعهم في المشافي ويتم العناية بهم. أما العزل الصحي فيتم على الأفراد في منازلهم طوعية، أو ممكن يكون بأمر من السلطات الناس تبقى في منازلهم في بيوتهم فترة 14 يوم. ما الهدف من هذا؟ الهدف من هذا بالنسبة للحجر الصحي هو أن يتم معافاة الأشخاص المصابين ويبرأوا تماما من المرض ويشفوا بإذن الله. أما بالنسبة للحجر الصحي فالهدف الأساسي هو القضاء على الفيروس في المجتمع تماما والتخلص منه. طيب ليه بالذات يعني اختاروا 14 يوم، يعني ما قالوش مثلا 5 أيام ليه، ولا قالوا مثلا 30 يوم، 14 يوم؟ لأن الصحة العالمية قالت أن فترة حضانة المرض تبدأ من 2 إلى 14 يوم، تبدأ من 2 وتنتهي عند 14 يوم، دي فترة حضانة المرض اللي هي الانكيوبيشن بيريود. يعني بتعرف هي الانكيوبيشن بيريود أو فترة حضانة المرض هو منذ دخول الفيروس إلى داخل الجسد حتى إحداث الأعراض المرضية على الشخص، هي دي الانكيوبيشن بيريود أو فترة الحضانة. هل هي ثابتة؟ يعني لا مش ثابتة، ممكن شخص تظهر عليه الأعراض بعد يومين وشخص آخر بعد 3 وبعد 10 بعد 14، ولكن هي في المتوسط ما بين 5 إلى 6 أيام، ولكن تطول وقد تصل في الأفراد إلى 14 يوم. اختاروا الفترة دي عشان يكون بعد 14 يوم يبقى الماكسيمم بيريود، ما يكونش فيها ظهور للمرض بعد هذه الفترة، وبذلك يكون الشخص خالي من فيروس كورونا. طيب بيطلب منك ذلك وبتمكث في البيت 14 يوم، وده بيسهل على السلطات جدا التخلص والتعامل مع الفيروس. ازاي؟ احنا قلنا ان الفيروس ده شديد الانتشار، سريع الانتشار. حضرتك بتخرج لو في شخص مصاب بيخرج في الخارج بيقابل ناس بيعرفها وناس ما يعرفهاش. الناس اللي عرفها لو هو مصاب وعرف السلطان انه مصاب بتقدر السلطة تصل الى الاشخاص المصابين وبتبدأ تعزلهم اللي هو عارفهم يعني، وقد يكون نقل لهم المرض فبيعزلهم لمدة 14 يوم. اما الاشخاص اللي هو ما يعرفهمش نسيهم او ما يعرفهمش خالص فممكن يكونوا خدوا منه العدوى وانتشروا في المجتمع وتكون هناك صعوبة في الحصول عليهم. ولذلك جاء الحجر الصحي العزل الصحي داخل المنازل. احنا بالطريقة دي بنضيق الحلقة، بدل ما كان عدد كبير لا خلناه بس في محيط الأسرة فقط، 4 أشخاص 5 أشخاص 10 أشخاص في محيط الأسرة، بحيث لو تم مثلا واحد كان مصاب فممكن نقدر بسهولة نتعامل معه، ناخده ونحطه في المستشفى ونعالجه، وبقية الأشخاص يوضعوا تحت الملاحظة ومعروفين ان هم دول فقط المخالطين لهذا الشخص، وبكده او بهذا الشكل نستطيع التحكم في الفيروس وعدم انتشاره. هل لو احنا قعدنا ال 14 يوم والتزمنا التزام مظبوط وتمام يتم التخلص من الفيروس فعلا؟ نعم سيتم التخلص منه تماما، وهذا ما حدث في الصين في البداية لما ضرب عندهم الوباء، عملوا حجر صحي يعني بالإقراء على الناس وطبقوا فعلا الهيجينيك ميجرز تمام، وأعلنت الصين بعد ذلك خالية واحتفلوا بأن الصين خالية من فيروس كورونا. فهذا يعني ممتاز جدا، ولكن مطلوب أيضا من القطر أو البلد أو الدولة مع هذا تمنع دخول الأشخاص داخل البلد، ما تفتحش المطارات، تمنع دخول أي شخص قادم من الخارج لربما يكون فيه عدوى وينقلها إلى الداخل، أو يوضع تحت الملاحظة والحجر الصحي لحين إثبات خلوه، وبعد ذلك ممكن ينضم إلى المجتمع. طبعا الشعوب اللي ما بتعملش كده يعني بتبقى الأمور عندها صعبة جدا، وإحنا أدينا شايفين أمامنا إيطاليا مثل، أيضا أسبانيا مثل كبير، أمريكا، كل الدول دي أخذت الأمور في البداية بتهاون واستهتار، ومنهم من قال أنا أضحي ببعض الجزء من شعبي يعني كهكذا قالوا يعني، فأخذ الأمور باستهتار، فتفشى الفيروس إنه سريع الانتشار جدا جدا، تفشى بشكل مخيف،
واصبحت الوفيات مرتفعه جدا. يعني قبل ان اتي للاستوديو الان يعني اسمع ان اسبانيا اليوم اعلنت تقريبا 10,000 اصابه، فهذا يعني رقم كبير جدا. لو طبقنا هذا الحجر الصحي او العزل الصحي سنضمن ان شاء الله بيئه امنه خاليه من فيروس كورونا. وبعدين انت ما تاخدش بقى الامور يعني كده سجن انا هتحبس، لا خدها انت يا سيدي، يعني ده بالعكس انا بشوف يعني ارى فيها ان هي يعني فرصه طيبه للم شمل الاسره، الاسره تجتمع. يعني احنا في الحياه العاديه ما لا يلتقي الزوج مع الزوجه ولا مع الابناء، وكل واحد في مكان، ده في الجامعه، ده في المدرسه، هذا في عملي. الان اصبحت فرصه مواتيه طيبه، والله انا اراها فرصه طيبه في لم شمل الاسره، يجتمع الاهل ويعني في الاسره، في حيط الاسره، ويكون بينهم الالفه والمحبه، وتوجد سبل التواصل مع الاخرين. يعني الامور لم تنقطع، توجد سبل التواصل على الميديا موجودة، ممكن تتواصل مع أحبائك وأقاربك وإخوانك، فلا توجد أي مشكلة. حمانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء.